ندفع 100 مليون جنيه عشان في الاخر نعمل حاجه غلط او نعمل سور حديدي ونقول للناس لو سمحتوا قبل ما تقولوا اخبار كده يا ريت تسالوا الاول في وزاره الاثار اللي هي المعنيه بالترميم. حجر ثم يبدا السور بنفس الرسمه اللي عملها الكسندر مارسيل ساعد بناء القصر عشان يتماشى مع الايه؟ مع القصر بحيث السائح لما يجي داخل فعلا منطقه اثريه. انا واثق ان كل الناس اللي كتبت واتكلمت هي غيوره وليست نيتها وحشه خالص على الاطلاق، كلها غيره، ولكن احنا دورنا كدوله ان احنا نطمن الناس.